ورجعنا لكم من جديد اعزائي مشاهدي برنامج الطبيب، واهلا وسهلا بيكم في فقره جميله قوي. دايما متعودين لما بنيجي نتكلم عن حقن الدهون او المتعارف او اللي بنشوفه في قنوات كتير قوي هو الفيلر، هو البوتوكس. بس في ناس عندها كده يعني هس او يعني عندها حساسيه، انا مش عايزه فيلر والبوتوكس، هو كده يعني هي نفسيتها مش عايزه تحقن المواد دي، مع ان المواد دي على فكره يعني طبيعيه جدا وبتزود الكولاجين في وشنا وحاجات يعني في ناس بتستخدمها على مدار السنين، وبنشوف فنانين وفنانات يعني مستخدمينها وما شاء الله زي الفل. ولكن خلينا نتكلم في نقطه تانية، انا بحيي مراكز دياس كلينك على ان اي بيشنت بيدخل عندهم هو يعني مخير، انت براحتك انت عايز تعمل ايه. ناس كتير قوي بتبقى عايز تحقن دهون، بس بتبقى فاكره ان انا عشان احقن دهون في وشي او ايدي او في اي مكان عايزه ازود فيه، في مكان فيه جفوف جسمي، لازم ان انا اعمل عمليه شفط. ولكن في حاجات بتبقى عايزه حقن دهون بسيطه، دي بتبقى في نفس الوقت يعني فتح فتحه صغنطوطه قوي بتاخد منك كميه دهون صغيره قوي، بتتحقن بقى في وشك، في ايدك، مكان العروق اللي بتظهر، ايا كان فين بقى هنعرف المميزات دي. ولكن الحلو قوي ان انا ضيف فقرتنا هو عارف هو بيحقن فين، يعني الليله معاه مش حقن وبس، هو ممكن يحقن كميات صغيره في اماكن معينه تخليكي جميله. الموضوع مش موضوع بقى حقنتين وثلاثه واربعه واحقن بقى ووزع حاجات كتير على الفاضي وبلاقي في الاخر الوش كده اللي هو ممكن تغني انا مش عارفني. بامانه بجد صح يا دكتور؟ صح. خليني ارحب بيه دكتور ممدوح خضر، اخصائي جراحه التجميل بعيادات ياس كلينك، المدرب الدولي المعتمد لخيوط ابتوس العالميه، السفير الدولي المعتمد لخيوط ابتوس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا ميزان، منورنا. الله يخليك. انا مش عارفني. بيحصل. انت تهت مني والله، بشوف كده على فكره بجد. بتحصل يعني. طبعا. نتكلم الاول عن الاماكن الصح في الحقن، ولا نتكلم الاول عن تقنيه الحقن الدهون اللي هو مش لازم اشفط واعمل عمليه شفط كتير، لا الحاجات البسيطه دي؟ لا، انا كان نفسي النهارده اكلمك عن حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي التكنولوجي بتاعت حقن الدهون. اوكي. لان في ناس، هو ناس عارفه حقن الدهون وعارفه يعني ايه فات جرافت والكلام ده، لكن لازم تبقى عارفه التكنولوجيز الجديده في الفات جرافت. النقطه الثانيه بقى اللي هي الاهم، اللي انا اخد قرار حقن الدهون امتى، المريض او الكلاينت تيجي او الكلاينت سواء كان راجل او ست يقول لي العياده اقول لهم لا انت محتاج حقن دهون. اوكي. يعني مش كل بيشنت تحتاج حقن دهون، ومش كل بيشنت تقول لي لا انا محتاج احقن فيلر ومش عايز احقن دهون، يعني ممكن الاثنين بيحصلوا. انت حضرتك قلتي في الانترو بتاعك ان في بعض البيشنتس تقول لك لا انا مش عايزه فيلرز، انا عايزه احقن دهون. صح. وفي ناس تقول لك لا انا مش عايزه احقن دهون، انا عايزه احقن فيلر. غلط. انا البيشنت هي تقول لي مشكلتها وانا اقول لها الحل، لان هي ممكن ما تعتقدش ان الحل ده هو المظبوط. ايه بقى ايه تفسير الكلام ده؟ ممكن جت بيشنت جات لي وعندها مشكله في الخدين، حلو، محتاجه تاتش بسيط، حقنه فيلر واحده، حقنه فيلر واحده او حقنتين فيلر ماكسيمم، احنا بنتكلم في 2 مللي او 3 مللي بالكتير. حلو. مش عايز ادخلها في حاصل الدهون، هي تقول لك انا احقنها ليه دهون؟ الدهون انا بحقنها لما اكون محتاج كميات كبيره عشان حتى ايفن كوست وايز ما تبقاش تكلفه عاليه. البيشنتس اللي بيخسوا جامد او بعد عمليات السمنه المفرطه والكلام ده وشهم بيبقى خسس قوي، فعايز فبتحتاج كمية حلوه كده، فما ينفعش اقول لها تعالي نحقن 10 12 حقنه فيلر. طبعا اتس نوت ميك سنس، ما ينفعش. وحتى مش منطقي ان انا اقنعها بالكلام ده. أوكي. ممكن يحصل بس هو مش منطقي، فساعتها اقول لها لا تعالي ايه نحن الدهون وهكذا. يعني انا فهمتك، انت قصدك ان انا مثلا ما ينفعش اجي لك اصل انا بس عايزه الحته دي، فلا ما هو ده صح، ما ده احنا فيه. لا احنا بنتكلم بقى على اللي بيبقى عايز مثلا كف ايدين الاثنين بيبقى محتاج كتير، الكف مثلا كف الايد والوش وفي بعض الاماكن في الـ في الـ في الـ في الجسم فيها خفسات كده بتبقى داخله لجوه نتيجه حقن عضل موجوده في الهانش او الكلام دي، ممكن نحنا بالدهون. بنلاقي كده مكان كده داخل شويه مش نفس الكيرف، في نفس الكيرف. دي ممكن اعملها بالدهون، ممكن احن البريست، ممكن احن الثدي بالدهون. لو في ديفو معين، في بريست اكبر من بريست، حاجه بسيطه نعالج المنطقه دي. ندخل بقى في التكنولوجيز الجديده. بس انت يعني عجبتني في حاجه بصراحه،
اللي انتم مش عارف اللي هو فعلا اللي انا اقول لحد انت عايز 10 حقن او 7 حقن فيلرز وهو مكلف، طب ما انا اخد الدهون اللي يعني والصح اللي هو ما في يعني هي انت بتخيرها بس في الصح. مظبوط. لكن ما ينفعش اجي عشان مثلا حاجه صغنطوطه ف لا طبعا افتح لك وحقن واشرب كده. احنا عندنا في الـ في الـ في, الـ في العيار عندنا في الياس كلينك في السنترز احنا عندنا كل التولز التولز كلها موجوده فما عنديش هيدن اجنده. حلو. انا مش عايز ابوش هير ان احنا نعمل حاجه معينه. واخد بال حضرتك؟ هي ديت النقطه المهمه. انا عندي التولز بقول لها القرار المظبوط وده قراري وانا شايف ان ده الانسب لك والاحسن لك. وهي بتبقى تراستد فينا وبتاخد الكلام يعني. طب قول لي بقى ايه الجهاز اللي معانا على الشاشه ده اللي هنشوفه حالا واشرح لنا ده بقى. بصي حقن الدهون مش زي زمان، احنا زمان كنا بنشفط الدهون وخلاص. أوكي. دلوقتي لا، في بروتوكولز معينه، في ستيبس معينه لازم تتعمل. منها البروسيجر ديت، ده اسمه لايبو كيوب. لايبو كيوب بيقسم الخلايا الدهنيه اللي انا بشفطها لثلاث او اربع انواع. أوكي. على حسب بروسيس معين احنا بنعمله. تمام. هو بيقسم زي مثلا اللي هو بتاع البلازما مثلا فبيطلع لا يعني هو حاجه احدث. هو الفاتس ممكن تبقى على حسب حجمها تبقى مايكرو او ماكرو وتبقى ميلي وتبقى نانو فات. اوكي. كل نوع من انواع الفاتس دي بتتحقن في مكان معين بطريقه معينه في عمق معين. أوكي. عشان تديني التاثير اللي انا عايزه. الاحمر اللي في وشها ده يا دكتور؟ لا ده الماركر. ده قلم يعني مش ده القلم عشان الناس ما تفتكرش ده دم. شغالين بلوك الانستيزيا، شغالين ببنج موضعي. الدنيا كويسه دي جدا. الدنيا مش حسب اي حاجه. شفط الدهون مش لازم نشفط كميه كبيره. التكنولوجيز الجديده زي ما قلت لحضرتك بدايه من شفط الدهون. لازم اشفط الدهون من اماكن معينه. طب انا شايفه ان الحاله دي انت بتظبط لها وشها كله. بص انا شايفه ان انت دخلت في كل مكان بالزبط. يعني عامل لها وش حلو جديد. في اكيد بالزبط. مثلا هي عملت كونتور، هي خاسه جامد. كانت بوست بارياتريك بعد عمليات السم المفرطه. المفرطه. أوكي. عملنا لها كونتور للخد، كونتور للجو لاين، للتشن، كله. وهي هيبان دلوقتي في الصور بيفور اند افتر. طيب دي بقى شفطت لها منين؟ هقول لحضرتك. انا شفط الدهون للحقن الدهون لازم يبقى فيه يفضل يبقى في اماكن معينه علشان الدهون فيها ما تتحرقش. أوكي. الاماكن اللي هي صعبه الدهون اصلا بتبقى صعبه تتحرق زي اللاف هاندلز، الركبه. معلش عربي شويه عشان بيشتكوا والله. انا عارف. انا اسف. لا لا. في بقى يعني في بنوته مره جات لي بتشتكي من ركبتها. مالها ركبتها؟ ركبتها عندها شويه دهون كده حوالين مليانه الركبه اللي بتبقى مليانه شفطنا الدهون شويه. شفطنا الدهون من حوالين الركبه وحقنتها لها. الدهون حوالين الركبه تبقى دهون كويسه للحقن الدهون. وقتها بقى انا عايزاك تكلمني الموضوع ده بسيط ازاي يعني اكنها موضوعي جلسه فتحه بسيطه ما بتاخدش او ما بنشفطش كميات كبيره عشان احنا اصلا ما بنعملش شفط للشفط يعني بناخد كميات بسيطه قوي. بعد ما بنشفط الدهون في بروسيسنج كتيره بنعملها. لازم نغسل الدهون الاول عشان انضفها من الدبرس والتجلطات والجامعات الدمويه الموجوده مع الشفط ذات نفسه. أوكي. وبعد كده بنعمل البروسيسنج اللي احنا قلنا عليه اللايبو كيوب ده. وبعد كده احقن في الوش. النقطه اللي كنت عايز اكلم حضرتك عليها اللي هي اللايبو كيوب. هي دي الصورة اللي معانا؟ دي الصورة بيفور اند افتر. الدهون قسمناها لمايكرو وميلي ونانو. تمام. كل نوع من انواع الدهون ديت ليها منطقة معينة تتحقن فيها. الله. يعني في الموضوع معين. مش لا خالص مش خلطة بيها عشان كده يعني. معظم الناس تقول لحضرتك انا بحقن الدهون والدهون راحت. هي الدهون راحت عشان ما اتحقنتش صح. مش ما اتحقنتش صح بس، لا دي ما اتشفطتش صح وما اتحضرتش صح وما اتحولتش صح وما اتحقنتش صح. فزي ما قلت لحضرتك النهارده عايز اتكلم على حقن الدهون. مش حقن الدهون وخلاص، لا. انا ازاي احافظ على الدهون بتاعتي؟ ازاي احافظ على البروسيس بتاعتي؟ عشان كده بقول لحضرتك هي الناس لازم تبقى عارفه رايحه لمين ورايحه ازاي. انا مش بشفط وخلاص. صح. ما ده اللي انا بتكلم فيه. وبعدين انت عملت ايه؟ بص انت قلت لي هي عندها مشكله في الركبه. فانت جملت الركبه وحقن. وفي ناس عندها مشكله في الرقبه اللي هو اللغد. اللغد اشفط الرقبه. شفطت الرقبه، اخد الدهون بتاعتها واعملها كونتورنج وشها. وشفطتها ثواني بس اقول لكم، هو مش بيشفط وخلاص، هو بيشفط بطريقه ان هي ما يبقاش فيه ترهل خالص. سواء كان جي بلازما او حتى ايفن عاملها خيوط، ممكن عاملها ثريدز في السيم سيشن. اوكي. فانا عايز استفيد باي بروسيجر احنا بنعملها عندنا في العياده عشان يبقى الكلاينت عندنا ساتسفايد باللي بيحصل. طب قول لي بقى. نعم. انت بتشفط الدهون؟ آه. وما بياخدش الدهون كده وبيحطها وخلاص خلي بالكم؟ لا ده بيحولها وكل تحويل ليه منطقة معينة. بطريقتك الصح دي والطبية العلمية الهايلة الدهون دي تفضل في وشي قد ايه؟ المفروض لونج لايف،
المفروض تفضل معاها طول العمر. طب نسقف ولا نعمل ايه ولا لا ما نسقفش احنا بنقدر ربنا يستر. اضرب نار كتير، اضرب نار كتير. لا هي المفروض تفضل طول العمر. اوكي. الدهون اللي بنحقنها للفوليوم بنحقنها عشان يبقى فيه حجم بنحقنها على العظم. الدهون اللي بنحقنها عشان تعمل نضاره في دهون بنعملها اسمها النانو فات. النانو فات دي بتعمل نضاره، نضاره البشره دي عشان تحافظ وتعمل جلوينج لبشرتها ترجع تاني بيبي سكان. فالمفروض الدهون ما تروحش. أوكي. بالطريقه اللي انا حقنتها والطريقه اللي انا شفطت بيها المفروض ما تروحش خالص. طيب معانا صوره تاني نشوف احنا ايه اللي حصل. المريض اللي قلت لحضرتك اللي احنا بنشفط دهون رقبتها وعملنا لها خيوط علشان الرقبه تتشد واستفدنا بالخيوط، استفدنا سوري بالدهون. ده جمال ده. بص فيك، بص انا انا سبت الوش كله بركزت على ايه؟ في كسره تحت العين. ايوه. يعني سيبك من اللغد بقى، خلاص صحيح. احنا شفطنا اللغد. بص الكسره تحت العين ناحيه، يعني الناحيه الثانيه. أيوة. مفيش الكسره دي. ايه الكسره ديت بسبب الليفتنج اللي اتعمل عن طريق الحقن. احنا مش في بعض الناس بتقول لك انا مش عايز وشي يبقى كبير. اوكي. اللي انا عايز اقوله لهم ان احنا بنحقن فور ليفتنج، للرفع، مش ليش للتقن. يعني العين ديت ما تحسيش ان وشها زاد، هو وشها اترفع. هو وشها وصغر وصغرت يانجست. صحيح بقى كل يانجست ومفيش لغد. وهو بقى حلو قوي. ساعه وثلث. ساعه وثلث بس شفط وحقن وخيوط ونحت وكل حاجه كله ساعه بس وتروح حياتها وتنزل بعد تورم ومفيش قصه زي دي. التورم بيبقى اول 24 ساعه 48 ساعه. بالطريقه الجديده اللي بقول لحضرتك عليها ديت ما يبقاش في تورم الواو بتاع زمان ده. انا كنت بشوف بيقعد 14 يوم وحاجات زرقاء وحاجات لا الزرقاء انت خلاص المفروض يكون ما فيش الكلام ده. المفروض يعني احنا بالطرق اللي احنا قلت لحضرتك احنا بنتكلم بيها ونعمل بيها، لا المنطقه الامور بقت ابسط بكتير والدنيا بقت سهله. انا عايز اسهل للناس، انا عايز اقول لهم الموضوع بقى سهل. ما تخافوش من حاجه اسمها حقن دهون. ما تقولوش ان الدهون ما بتروح، لا بلاش الكلاينت تيجي تتكلم عن باك جراوند قديمه. الدنيا اتغيرت والدنيا اتحسنت والامور بقت افضل بكتير من زمان يعني. طيب عايزين بقى نتكلم عن العضله النايمه. دي ممكن تكون فين وفين وفين يعني، ولا دي على حسب هي مكانها. هي منطقه الاجناب عند البنات المفروض تبقى شبه الكوكولا. اوكي. تبقى فيها كيرف شويه. في بعض البنات عندهم الحته ديت داخله لجوه. ايوه دي بتضايق على فكره، بتضايق جدا. بتضايق. تلاقي جسمها حلو في حتتين كده داخلين. عندها الحتتين دول داخلين لجوه. دي تتحقن. في بعض الناس يقول لك لا مش عايز احقن دهون. لا طب انا ما ينفعش احقنك فات. ما ينفعش سوري ما ينفعش احقنك فيلر. فيلر هيبقى كمياته كبيره والفيلر البادي الهيرونيك اسيد. هنحقن ايه ولا ايه؟ انا كده عايزه اشير كان فيلر بالظبط كده. مش هينفع الكلام ده. وهيبقى كوستيس هيبقى تو ماتش. فساعتها اقول لها لا تعالي نحقن الدهون. البروسيسنج بتاع حقن الدهون سواء كان في العضله النايمه او في البط في المؤخره ده تكنولوجيز جديده. ايه التكنولوجي الجديد فيها؟ عشان احافظ على الدهون وعلشان احافظ ان ما يحصلش لا قدر الله التهاب منها او الكلام ده، في حاجه اسمها كلوز سيستم. يعني ايه كلوز سيستم؟ كلوز سيستم اللي انا الدهون من ساعه ما بطلعها من جوه الجسم ما بتشمش الهواء. اوكي. تطلع من التيوم الخرطوم تدخل في الجار، الجار ده بطريقه معينه اقدر احقنه على طول للبيشنت فكله كلوز سيركل من ساعه ما الدهون دخلت جسمها لغايه ما تدخل جسمها تاني في الحق. يعني انت قصدك التعقيم وطريقه التعقيم وطريقه الحق والشفط وده كله الدهون ما بتتعرضش لنسمه هواء خالص، كله اجهزه في بعض كلها كلوز سيستم. يعني خارجه من مكان من طالعه من الكانيولا خارجه من الكانيولا مفيش في الجار المعقم وتدخل بنفس الكانيولا بكانيولا ثانيه في الاماكن اللي انا عايزها. والجهاز اللي هو التقنيه الحديثه ده بيحولها اللي هي الدهون اللي انت عايزها للمكان المعين. دي ده في الفيس اللي هو اللايبو كيوب. اوكي. لكن لو بنحن كميات كبيره لو الجسم بنحتاج الفات تبقى ماكرو لان عايز اعملها فوليوم، عايز اعملها حجم. اوكي. مش محتاج النانو والمايكرو الدهون الصغيره ديت علشان الريجوفينيشنز والكلام ده. في نضاره للفيس للوش. لكن لو عايز احقن كميات كبيره ما بنستعملش اللايبو كيوب، لكن الكلوز سيستم هو ده اكتر حاجه اكون محتاجه لو عايز اعمل فوليوم كبير او كميه كبيره زي البط المؤخره او العضله النايمه. طب قلت لي الثدي، انت ممكن تزود الثدي بحقن دهون بسيط؟ ما اعملش شفط عمليه مخصوص لشفط يعني تبقى لا ممكن اشفط دهون بسيطه كده مش شويه بسيطه قوي او على حسب الديفول عندها. حقن الدهون في الثدي في ناس كتيره بتبقى حباه، لكن لازم نفهمه ان هو مش هيديهم الفوليوم او الحجم اللي هم عايزينه، مش الحجم القوي. لان ما اقدرش احقن الدهون في الثدي بكميه كبيره او احقنها على كذا مره. فانا بفضلها بصراحه لو احنا عندنا ديفو معين. في بعض البنات او بعض السيدات عندهم صدر مختلف عن صدر شويه. دي بتبقى طبيعي، احنا نص جسمنا غير كده. يعني اي ممكن شخص ممكن نحسنهم. في بعض الناس بتبقى عايزه تعمل
فوليوم بسيط لليفتنج عشان نرفع بيه الثدي اللي هو الثدي بتاعها متهدد. قبل ما اختم، هل فعلا ممكن رفع الثدي بحقن الدهون ولا لازم شد؟ على حسب ما احنا اتكلمنا. انا عارفه ان هي مش المرحله المتاخره قوي، لا بتكلم حاجه بسيطه، لو بنتكلم على حاجه بسيطه قوي والثدي بتاعها متهدد حاجه بسيطه قوي، ممكن نزود شويه فوليوم بالدهون شويه حجم يرفع الثدي، يبتدي يتفاعل جوه مع بعض. هو الحجم ذات نفسه لما بزود الحجم بتاع الثدي هو بيشيل نفسه. انا مش عارفه اقول لك ايه، انا بشكرك على الفقره الهايله دي. واكتر حاجه يا جماعه عجبتني ان انا مش يعني كل اللي احنا اتكلمنا فيه، مش لازم اروح اعمل عمليه شفط دهون، دي مش عمليه شفط خالص، دي سحب شويه دهون وانت قاعده في نفس الوقت بطريقه تقنيات حديثه بتحقني بقى الاماكن اللي انت عايزاها اللي هي البسيطه. انا بحييك، شكرا. والدكتور الشاطر يا جماعه مفيش يعني نقاش عليه. بنشكر دكتور ممدوح خضر اخصائي جراحه التجميل بعيادات ياس كلينك، المدرب الدولي المعتمد لخيوط ابتوس العالميه، السفير الدولي المعتمد لخيوط ابتوس. وانا كمان بشكركم، خليكم معانا وارجع لكم مره ثانيه.